واو واو واو، بجد طعمها خيالي فوق الخيال، طعمها جميلة جدا. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده والحلاوة دي، بجد عايزاكم يعني تكونوا معايا وتشموا الريحة الجميلة دي. يا ريتكم بجد تبقوا معايا وتشموا ريحه الصلصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اكله ما بيختلفش عليها اتنين العشاق، الباسطه بالريد صوص يجمع عندي هنا. طبعا ما فيش حد ما بيحبش المكرونه، وخصوصا المكرونه اللي بالريد صوص هي اللي تربينا عليها، وهي اصل المكرونه يعني من اول ما تربينا عليها كانت المكرونه بالريد صوص قبل بقى ما تظهر كل الاختراعات الجديده دي. النهارده هنعملها بكل اسرارها وتكتها، وهقول لكم ازاي المكرونه ما تعجنش معاكم وتطلع مفرفره وجميله زي ما انتم شايفين كده. بصوا، ولو قعدت معاكم حتى فتره طويله في الثلاجه اسبوع ولا حاجه هتبقى اكنكم عاملينها لسه حالا طازه، هي والصلصه. وهقول لكم ازاي كمان نحفظ الصلصه وايه المكونات اللي ممكن نحطها في الصلصه تحفظها لنا لاطول فتره ممكنه من غير ما يتغير ولا لونها ولا طعمها ولا اي حاجه. وكمان هنعمل مع بعض الدقه الجميله بقى اللي هتحرش لنا طبق المكرونه بتاعنا الجميل، اللي ما ينفعش طبق المكرونه من غير شويه الدقه بتاعتها. فيلا بينا بقى نعرف احنا عملنا مع بعض ازاي المكرونه الجميله دي المفرفره اللي بصوا لونها من غير ولا معلبات صلصه معلبات ولا اي حاجه، مكرونه اسباجيتي بيتي بالريد صوص طعمها يجنن ويخطف العقل والقلب. يلا بقى سيبكوا وانا ادخل على الطبق الجميل دوت كده، هاتتك بتتك اخلصه، وانتوا بقى سيبكم مع الفيديو تشوفوا انا عملت ازاي المكرونه الجميله دي. اول حاجه بقى عشان نعمل المكرونه الاسباجيتي مع بعض لازم تكون الميه بتاعتنا سخنه بتغلي زي ما انتوا شايفين كده، شايفينها بتغلي زي ما ينفعش تكون دافيه ولا بارده علشان المكرونه بتاعتنا ما تعجنش. واول بقى ما الميه تسخن كده هننزل بشويه ملح، حبه حلوين كده نملح الميه بتاعتنا. ننزل بقى دلوقتي بالمكرونه الاسباجيتي بتاعتنا الجميله زي ما انتوا شايفين كده، بس انا يعني بحب اقسمها نصين عشان احنا عندنا هنا ما بنعرفش ناكلها وهي طويله. بعد ما حطينا بقى المكرونه بتاعتنا كلها بالطريقه دي هنقلب، يعني هنفضل نقلبها كده علشان ما تلزقش معانا وتعجن، وبنحطها على النار لمده 10 دقائق بس، يعني بتبقى 3 ارباع سوا. بصوا هنسيبها بقى 3 ارباع سوا كده، هنطلعها 3 ارباع سوا وهنشوفها مع بعض هتبقى شكلها عامله ازاي. كل ما بنقلبها كل ما تطلع كده مفرفره معانا وما تعجنش ولا تلزق في بعضها. زي ما انتوا شايفين كده المكرونه بتاعتنا استوت ما اخدتش 10 دقائق. دلوقتي بقى هنطفي عليها ونصفيها وهنشوفها بقى مع بعض هتبقى عامله ازاي. زي ما انتوا شايفين كده انا صفيت المكرونه بتاعتي في المصفى وشطفتها شطفه خفيفه علشان توقف سواها وما تعجنش معايا. دلوقتي بقى احط عليها رشه زيت كده بسيطه عشان تفضل مفرفره، هبدا بقى ارش عليها كده شويه زيت حلوين علشان ما تعجنش معايا، ولو حتى قعدت يعني يومين ثلاثة في التلاجة مش هتلزق ولا تعجن معاكي. الزيت دوت بيخليها كده تبقى مفرفرة وجميلة وأكنك لسه عاملاها حالا، يعني حتى لو حضرتيها من بالليل أو من الصبح بدري قبل ما تنزلي الشغل ورجعتي آخر النهار هتلاقيها يعني معمولة أكنها لسه عاملاها حالا. كل 5 دقايق هقلبها علشان الزيت يعني يغلفها من كل الاتجاهات وبس كده. كده تبقى المكرونه بتاعتنا جاهزه وجميله، تعالوا بينا بقى نكمل الصلصه بتاعتنا. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض صلصه المكرونه، وهي اللي بتخلي المكرونه بتاعتي مميزه وتاكلوا صوابعكم وراها. فحل على النار حاطه فيها معلقتين كبار من الزيت ومقطعه 3 بصلات مكعبات صغيره، وحطيتهم على النار لحد ما دبلوا معايا بالطريقه دي. قبل ما كنت بسلق المكرونه كنت حاطه البصله بتاعتي بتدبل معايا بالطريقه دي. بصوا هسيبها بقى تتقلب شويه كده لحد ما لونها يبقى اغمق درجه بسيطه بس، بعد كده بقى هنشوف هنعمل فيها ايه. طبعا البصله بتاعتي بحب احمرها في الزيت مش في السمنه، لو حمرناها في السمنه هتجرمط معانا وهيبقى طعمها مش حلو. بصوا بقى ريحتها مش حلو. دلوقتي بعد ما البصله بتاعتنا اخدت اللون الجميل دوت، شايفين
لونها بني فاتح كده، هو دوت اللون اللي احنا عايزين نوصله. بيدي للمكرونة طعم جميل جدا، وبيبقى طعمها كده مسكر وجميل. بعد بقى ما البصل اخدت اللون، معايا فصين ثلاثة كده من الثوم، ثوم مفروم انا دقيه طبعا في الهون. تعالوا بينا بقى نوسع له سكة كده في الحلة، وننزل بالثوم نديله تشويحة حلوة لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل. وبعد كده بقى هو دوت اللي بيدي للمكرونة بتاعتنا ولصلصة المكرونة الطعم المميز الجميل. هبدأ بقى احمر كده فيه لحد ما ياخد لون ذهبي. زي ما انتوا شايفين كده، البصلة بتاعتي اخدت اللون الحلو مع الطومة، اتحمرت وريحتها بقى مش قادرة اوصف لكم ريحتها جميلة ازاي. دلوقتي بقى هنحط مع بعض عصير الطماطم. بصوا بقى عصير الطماطم بتاعي احمر وجميل ازاي. طبعا الطماطم مش لونها احمر كده، بس انا بحب مع عصير الطماطم احط بنجراية كده نية بقشرها واضربها مع الطماطم، هي اللي بتديني بقى اللون الجميل الاحمر المميز لصلصة الطماطم. ولا هنحط صلصة معلبات ولا اي الوان صناعية عشان تدينا اللون، اللون هناخده من البنجر، لون طبيعي وهيدينا برضو فايدة للصلصة بتاعتنا. بعد ما حطيت بقى صلصة الطماطم بتاعتي، عصير الطماطم، دلوقتي هنزل بمعلقة خل واحدة منها، بتحافظ على طعم، بتحافظ لي يعني على صلصة الطماطم، تعتبر مادة حافظة. يعني لو قعدت حطت الصلصة عندي في التلاجة مثلا اسبوع او اكتر مش هيجرى لها حاجة، لان الخل مادة حافظة للصلصة بتاعتي، وفي نفس الوقت بيديها طعم جميل جدا ومميز. يبقى احنا كده حطينا معلقة، تعالوا بينا بقى نشوف هنحط كمان عليها ايه. البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل ومعلقة سكر، معلقة صغيرة من كل حاجة، يعني معلقة ملح ومعلقة فلفل ومعلقة سكر. السكر طبعا بيعادل طعم الصلصة وبيديها طعم جميل جدا. وكمان معانا معلقة صغيرة خالص من الثوم المفروم، هحط حتة ثومة مفرومة نية بتدي طعم جميل للصلصة بتاعتي غير الثومة اللي احنا حمرناها. فاحنا بقى دلوقتي هنحط مع بعض كده كل الكلام الجميل دوت، وبس كده هنقلب بقى الكلام ده كله، وهنسيب الصلصة بتاعتنا لحد ما تغلي كويس وتتسبك كده. وهنشوف بقى مع بعض طبق المكرونة بتاعنا هيبقى شكله النهائي عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين كده الصلصة بتاعتنا الجميلة اتسبكت، غلت كويس جدا اتسبكت، والايدام كده نطر على الوش. بصوا جمالها، شايفين الايدام بتاع الصلصة، اول ما ينطر كده على الوش اعرفوا ان الصلصة بتاعتنا بقت جاهزة. زي ما قلتلكوا المكرونة بتاعتنا دي هي المتربيين عليها من زمان، وما فيهاش حاجة صعبة ولا اي حاجة، بس في ناس بتحب تعمل الصلصة بالبصل بس، وفي ناس بتحب تعملها بالطماطم بس قصدي بالثوم بس انا بحب اعملها الصراحة بالاثنين، الثوم والبصل مع بعض بيدوا نكهة وتست عالي جدا لصلصة المكرونة. اللي هياكلها عندك يعني هيبقى عايز يجي كل مرة وياكلها بنفس الطريقة دي. ومقاديرها سهلة وبسيطة جدا، وكمان التكة في معلقة الثوم الصغيرة اللي احنا حطيناها في الاخر، الثومة النية بتدي طعم خرافي خرافي للصلصة. بصوا بقى هي الصلصة بتاعتنا كده ولا خفيفة ولا تشيلة، شايفين الدخانة طالعة منها ازاي، لسه طافية عليها حالا. بصوا جمالها ولا بقى ريحتها وطعمتها، يعني الصراحة المكرونة دي نقطة ضعفي، مقدرش لو اكلت منها كل يوم مشبعش منها خلص ولا من جمالها. تعالوا بينا نعمل الدقة بتاعتنا السريعة الخفيفة اللي هتدي للطبق المكرونة بتاعنا طعم جميل جدا. احنا الصراحة عندنا بنحب ناكل المكرونة جنبها الدقة دي، بس هي الصراحة مش محتاجة حاجة تانية، يعني لو انتوا حابين تاكلوها كده هي طبق مكرونة يكفي وجميلة. يلا بينا بقى نشوف الدقة بتاعتنا الخفيفة عبارة عن ايه. ودلوقتي هنعمل مع بعض الدقة بتاعتنا الجميلة المميزة عبارة عن ايه. معايا الدورق دوت في طماطمتين ضربتهم في الخلاط، معاهم قرنين فلفل حامي مع شوية مية ضربتهم في الخلاط وحطيتهم في الدورق بتاعي الجميل ده. وكمان معايا ايه، التوابل بتاعتي عبارة عن ايه، معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، وكمان معايا معلقة من الخل الابيض، معلقة واحدة
بس كده، دقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا. هنحط كل المكونات بتاعتنا على البارد ونرفعها على النار تغلي غلوتين وتبقى جاهزة معانا على طول. يلا بينا بقى نحط الكلام الجميل ده مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده الدقة بتاعتنا هي غلت، خلاص بقى هنطفي عليها ونحضر مع بعض طبق المكرونة بتاعنا الجميل. دلوقتي بقى معانا طبق المكرونة عايزين نقدمه بطريقة جميلة جدا وطعمه يبقى في منتهى الجمال. فاحنا طبعا انا ما بقلبش المكرونة مع الصلصة كلها على بعض، لا ساعة التقديم بس بسخن كل واحد طبقه على قده علشان تبقى المكرونة بتاعتنا سخنة كده وطعمها جميل. فالطاسة بتاعتي هي سايباها تسخن على النار، هاخد بقى من الصلصة بتاعتي الجميلة دي مغرفتين. نقرب بقى كده الطاسة جنب الحلة وناخد مغرفتين كده من الصلصة الجميلة دي. هاخد بقى طبق المكرونة بتاعي الجميل ده، بصوا هنزلها لكم بقى دلوقتي هتلاقوها مفرفرة وجميلة، ولا عجنت ولا لزقت ولا اي حاجة. بصوا الصلصة اهي بتاعتي بتسخن عشان يبقى الطبق بتاعي كده سخن، اكله اكني جايباه من المطعم جاهز او قاعدة في مطعم وباكله، بس طبعا مش هيكون بالجمال والحلاوة دي اللي انا عاملاها في البيت. بصوا بقى بصوا الجمال والحلاوة، بصوا المكرونة مفرفرة ازاي معايا. تعالوا بينا بقى نقلب مع بعض كده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده والحلاوة دي، بجد عايزاكم يعني تكونوا معايا وتشموا الريحة الجميلة دي. سامعين بقى الصوت الجميل دوت، بصوا جمال الصلصة لونها احمر وتقيل ازاي، دوت من ايه، من البنجرية اللي انا حطيتها مع الصلصة مع عصير الطماطم، يعني المنظر يتحدث عن نفسه مش محتاج كلام عني. انا متشوقة بجد ان انا ادوقها من كتر الريحة اللي طالعة. بعد ما المكرونة بتاعتنا الجميلة بقى سخناها واتشربت كده من الصوص الاحمر بتاعنا الجميل، بصوا لونها يجنن يعني تجري ريق اي حد كده يشوفها. دلوقتي بقى هنقدمها في الطبق بتاعنا الجميل ده اللي تحت. يلا بقى بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا مفرفرة ازاي وجميلة ازاي، بألف هنا وشفا عليكم مقدما. عايزاكم بقى تجربوها وتبعتولي تقولولي رأيكم فيها ايه. وبكده نكون خلصنا طبق المكرونة بتاعنا الجميل المشهي اللي بياخد العقل والقلب. والله بصوا شكله يجنن ومغري وطعمه في منتهى الجمال، وريحة المكرونة يعني قلب البيت عندي. دلوقتي بقى اسيبكم عشان ابدأ اكل في الطبق الجميل اللي يعني مش قادرة اقاوم جماله. وقدمنا معاها الدقة بتاعتنا الجميلة وكمان طبق صلصة زيادة للي عايز يزود على المكرونة بتاعته. بسم الله. واو 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 بجد طعمها خيالي فوق الخيال، طعمها جميلة جدا. بصوا جمالها، بصوا متشربة الصوص ازاي وطعمها يجنن، خطيرة خطيرة بجد والله، لازم تجربوها حالا حالا حالا. دلوقتي بقى اقول لكم مع السلامة، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتدوني لايك كتير بقى على طبق المكرونة الجميل ده، وتوصلوا الفيديو لأكتر عدد ممكن من اللايكات زي بقى ما تحبوا. واترككم في رعاية الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.